وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة النائب محمود البحراني عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن تمديد عدد من المبادرات ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على جهود التنمية ودعم القطاعات المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا. دعم استمرار الأنشطة التجارية بعد فتح الاقتصاد في الفترة القريبة القادمة إن شاء الله. مبادرة الحكومة الموقرة يمكن النظر إليها ضمن سياق الجهود الحثيثة المبذولة لمنع زيادة معدل البطالة من ناحية، ومن ناحية أخرى تنشيط اقتصاد مملكة البحرين. هذه الفترة تعتبر فترة صعبة أمام متخذي القرار، لكن في نفس الوقت احنا أمام صدمة صحية واقتصادية، لكن المشاعر الأبوية لدى صاحب الجلالة دائما ما تجعل من المواطن الخيار الأول، لذلك له دور كبير في توحيد الصفوف واللحمة الوطنية ومشاركة الجميع تحت راية محاربة هذا الوباء. هذه الحزمة تقدر ب 485 مليون دينار، يساهم فيها صندوق الدولة والبنوك المحلية وصندوق ضد التعطل بما يقارب 60 مليون دينار لدعم رواتب القطاعات المتأثرة من الإغلاق ضمن مبادرة الإجراءات الاحترازية.